اهلا، كيفكن يا شباب؟ يا بلع زغلولي يا بلح. ايه هادي الله صبوحه غنتها. كيفكن انتم؟ منيح؟ اهلا. هذا تبع اخبار الصباح ابو القصر. لك والله بعرف. ليك بتسلمي على علي جابر؟ اعطيه انا بالفيوتشر معلم. معلوم انا اعطيه. بدك اعطيك عن بيروت؟ ايه انا موسوعه بلبنان. لك سوق صيدا والمصبني تبع صيدا. كيفني معك؟ وبيت دباني بصيدا والمينا بصيدا. لا شيلوا لنا الزباله من صيدا انا هيك بخير. اللي ما فيك تسألني أنا مين بيشبه؟ ما بيشبه وديع الصافي. شو بدك يا بيت صامت بالجنوب؟ أيوة طلوا حبابنا طلوا تقدم يا هوا بلادي وفوق ربوعنا حلوا. شو ما بقى نعرف، نسونا السوريين، نسونا كل شيء بهالبلد. أم كلثوم بس هديك كانت تتعاطى وما بيتعاطى، كان يشرب عرق. طيب مش عبارة وديع. كنا نزع الباريزيانا ساعة البرج، الباريزيانا وصالة نعيمي ومسرح فاروق وكلهم انتم ما بتعرفهمون. ايام زمان يا حبيبي، هاي بتجنن احلى من هلأ واشرف من هلأ وبتحب من قلبها، مش مثل هلأ تتجوزك بعد شهرين سنتين تدي بتطلقك غيره. لكن ولو خلصت عرقنا لبناني يا اخضر حلو، مش هخلونا لبنان. العيون السود رموني تبع عبد الحليم، حب عادي مزبوط تطلب رسمي مش مثل اليوم خدني سهرني بتاع اخر الليل. لا كان في حب مزبوط، كان في عالم، كان في تهذيب. هلا سياسيين بدك بكل وضوح شيل السفرات عن السياسيين، بصير عندك بلد اسمه لبنان. ما كانوا ينبيعوا بس السياسيين اليوم كله عم ينبيع. ومرة رئيس جمهورية سابق على لبنان ما بيجي منه الى ابد الابدين امين اسمه كميل نمر شمعون. مسجلها احلى من هلا بكتير، في بركة في خير، ما في مال ما في خي بكره خيو، كان في محبة تعطف على الفقير وتعطف على جارك. بس اليوم لا، المادة عم تفرق بين خي وخيو. نورماندي اوتيل نورماندي جاليري غندور، لا فرجيك اياهم تحت. لا اسمها منطقة الزيتونة بعد موجودة هلا تحت حد مفرق زيتونة بورا الفور سيزن، وفي كنيسة عمرها 100 سنة موجودة تحت. قلعة طرابلس ما في منها، ومن اجمل الاثار بلبنان. بس ما عندنا مديرية اثار بلبنان. بيروت ساحة النجمة وحواليها كان في صحن الفول بنص ليرة بتاكله ويمين ياكل، مش مثل هلا. كانت مصيف عليك، كانت عروس المصايف. خليج الاطراش، عبد الحليم، ام كلثوم، مدرج لبنان. ما بقى في مدرج لبنان. بسين علي قولوا له قولوا له قولوا له الحقيقه، بحبه 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 من اول دقيقه. اللي انا عم تقلي عنه نور كريم محمود، سمره يا سمره، وعبد العزيز محمود، هو كله كانوا يغنوا سمره يا سمره. مره مره سهرتني هواكي شبكني هواكي. زال ماشي لاخدك على البلد فرجيك زروب زروب تحت دون تاون او شات الشاده. زال عم ينزال سوق السمك سوق الصياغين وجامع الامين. كان صغير دكاني حد بن عزار بن ابو النصر، لو بعده الرئيس الحريري كان سطحه تبع تحت الميادين بده ينعمل مثل مسجد الاقصى ذهب. كلمه اليوم قولوا له الحقيقه. يلا باي باي. انتين البرنامج بده